البداية نرحب بالأستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي. صباح الهنا، صباح الفل. أهلا أهلا وسهلا، بيك. أهلا بيك، منورنا يا فندم، أهلا ربنا يخليك يا فندم، شكرا. طيب تعالى نبتدي كلام برؤيتك للماتش الأخراني للنادي الأهلي أمام مدياما، وإلى أي درجة فكرة الانتصارات القارية ممكن تبقى بتساعد وبتشكل حافز إضافي عند اللعيبة لما يرجعوا تاني للمنافسات المحلية زي مثلا الأهلي وماتش بكرة مع سموحة؟ طبعا يعني هو اكيد كان النادي الاهلي محتاج يفوز على مدياما، مش عشان بس ان هو محتاج الثلاث نقط ويكمل مشواره ان شاء الله نحو الاحتفاظ باللقب، لكن كمان عشان خاطر انه الاهلي اخر اربع ماتشات في افريقيا بطوله الدوري الافريقي، ماتشين كانوا قدام سيمبا وماتشين قدام سان داونز، ما حققش الاهلي فيهم الفوز، وبالتالي ده كان يعني رقم او معادله صعبه على جمهور النادي الاهلي اللي هو كان مستني ان الفريق يرجع للانتصارات. كمان كان سبق الماتشين دول كان في ماتش بتاع الجونه في الدوري قبل توقف البطوله، يعني كان الاهلي تعادل فيه، وبالتالي كان الاهلي في حاجه شديده الى هذا الانتصار. حقق الفوز النادي الاهلي على مدياما يعني ما جاش بالصدفه، بالعكس كان الفريق خاصه في الشوط الثاني بعض التغييرات اللي عملها مارسيل كولر الحقيقه اضفت قوه على الفريق وعلى الخطه. النادي الاهلي طبعا كان له افضليه رغم تصريحات بتاع مدرب مدياما اللي هو كان اتكلم قبل المباراه وقال انه كان عنده ثقه مفرطه انه لن يخرج او لن يهزم في القادم.